إنه وين هالغيبة لك ابني؟ هيك تركت ومشيت؟ إيه ما بتعرف إنه نحن منعزك ومنحبك؟ هيك زعلت لزكية؟ إيه أنا لو بعرف إنه بدي يجيني صهر يعمل معي هيك لكن تعطيته ولكن جوزته بالمرة. بنتي عزيزة علي كتير أكتر مما بتتصور. خجلتني وسويت وجهي قدام الناس. لك ابني أنا بعرف إنه ما هان عليك إنه أبوك يضربك قدام مرتك، مشان هيك تركت البيت وطلعت. أنا بعرف السبب. طلع فيني، لو أنا كنت محلك كنت سويت أكتر من هيك كمان. يا لكان لخيو الشاب لما بيتجوز بصير رجال، ما بيهون عليه إنه ينهان قدام مرته. يا أبو محسن، يا أبو محسن أنت غلطت لما مديت إيدك على ابنك. طبعا خاصة إنه 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 كمان عريس. يا خيو عصبني غصب عني. بعدين والله من محبتي إله جوزته وأمنت له كل طلباته وسجلت له نص الدكان باسمه. طب إيش بده أكثر من هيك؟ غصبني وغصب عني ضربته. إيه ما معك حق خيو، أنا عم بقول لك ما معك حق. كل شيء إلا كرامة الشاب. بعدين إيش قصتها هاي الغجرية خيو؟ الغجرية؟ نعم الغجرية. زكية حكت لي على كل شيء إلا فكرك يعني لازم تخبي علي. لا ما قصدي. شوف زكية بنت صريحة كتير وما بتخاف إلا من اللي خلقها. أنا لما شفتها بالبيت قلت له لك بنتي إيش عم تساوي أنت هون بيت أهلك وجوزك راح على بيته؟ قامت حكت لي على كل شيء. قال جنابك رحت تجوزت عليها. ولك أنت شلون تعمل هيك؟ ولك هجرت بيتك وتركت عروستك، ولك عروستك بنت العالم والناس، البنت المقدرة الكويسة الأكابرية، ورحت تجوزت غجرية. أنا وفضة كنا بنحب بعض. نعم؟ ها بتحبوا بعض؟ ما شاء الله ما شاء الله. خيو ومين جبرك تتجوز بنتي؟ هيك صار. يعني ما بقبل أبدا تنهان كرامتي وكرامة بنتي، فهمت؟ كرامتك محفوظة يا سيد كمان. لك شايف شو عم يحكي؟ انتبه لكلامك يا محسن. أنا ما قلت شيء. أرجوك أرجوك سيد كمال لا تحر حالك. أنا بنتي لازم تطلق فورا، فهمت؟ أعوذ بالله. اعتذر فورا ولا؟ اعتذر اعتذر يلا بعتذر. إيه شلون جوزتها لهي الغجرية؟ شلون يعني شلون جوزتها؟ يعني شلون جوزتها؟ يعني سويت واقعت رحتوا على المحكمة سجلتوه بالمحكمة ولا جوزتها هيك على بياض؟ لا على بياض مو اثنين شهود. اثنين شهود. ايه أنا بنتي ما بترجع إلا لا تطلق هي الغجرية. عندك استعداد ولا لا؟ على ايش؟ خلص بطلقها. أبو محسن بدي أسمع الكلام منه هو. احكي ولا احكي؟ لا ما في عيونك احكي. طيب طيب ايش طيب ايش بسمع احكي. بطلقة. انا تعبت شوي انا زنكم. روح ارتاح ابني ارتاح. تفضل سيد كمال تفضل استريح. اهلا وسهلا. ما في شيء.